عبد الرحمن الشابور رئيس التنسيقي ديال زناسات السكن، اليوم تتم حاضرين اليوم امام العماله المحمديه من اجل نفس الملف، نفس الموضوع، نفس الاشكاليه ونفس الكارثه، هي اقصاء دواوير ديال زناته من الاستفاده ولا من المشروع الكبير ديال زناته الجديده. شابور كلمه في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. شابور عبد الرحمن رئيس التنسيقي ديال زناته الجديده للاسكان والتنميه. حنا اليوم في وقفه احتجاجيه مع الساكنه ديال الحربيلي والعين وبوشفروج، جينا كنازرو، ما كنقولوش كنازرو ولكن كنقولوا حنا معاهم في هذه المطالب ديالهم اللي هي مطالب مشروعه، لان تم الاقصاء ديالهم من تصميم التهيئه ديال المدينه الجديده، وشي عيب وعار. وكنعرفوا الدواوير ديال الحربيلي والعين هي من اقدم الدواوير في زناته، الا انه تم اقصائهم من هذا المشروع ديال تصميم التهيئه اللي كيرتبط حياتهم المعيشيه. هاد الدواوير وكنعرفوا الدواوير حياتهم المعيشيه كترتبط بتلك المنطقه، فلا يعقل باش دوار اقدم دوار وكنعرفوا الابناء ديالهم كيعملوا في الحي الصناعي وكيعملوا في البحر ونرحلوهم ونقولوا لهم تمشي لسيدي حجاج ولا تمشي لابن خلف، فمن العير والعار. وكنشوفوا ان شركه تهيئه زناته كتنهج واحد السياسه اللي هي سياسه خطيره، كتعطي اهميه للمشاريع الكبرى، المشاريع اللي هي ربحيه وكتقصي الانسان وكتقصي دواوير اللي هي قديمه. فحنا كنستنكروا هذا العمل وحنا مع هذه الدواوير في المطالب ديالهم، لانهم ضروري خصهم يدمجوا داخل المدينه الجديده زناته. طبيعه السكن بزناته كيختلف بين مجموعه من الدواوير، كاين برامج ديال اعاده الايواء وكاين برامج ديال محاربه دور الصفيح، وكاين شركه جديده اللي كاينه دابا خدامه دابا في لو تريتوار، كاين مجموعه من الناس اللي مقصيين، الشباب مقصي، حربيلي والمرجا والعين وشاب وبوستروج ما داخلينش المشروع كاملين، المسطره ديال التحليل ديال دور حجار ودور جيني والحربيلي، وكاين مجموعه ديال الاقصاءات. انتم كتنسيقيه كيفاش كتلقوا راسكم في هذا الزخم ولا في هذا الحجم كبير ديال المشاكل اللي كتعيش السكينه، وكيفاش شنو التفاعل ديالكم كيفاش كتلقاو هذه المشاكل ديال السكينه؟ شوف، هذه كلها عناوين ديال المغالطه وهذه كلها عناوين ديال التمويه. شركه زناته من دات اعاده المدينه نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه في البروتوكول اللي تسينا، التزمت شركه لاصاص بانها تسكن الساكنه ديال اعاده الايواء الدور الصفيح الدواوير كاملين داخل المدينه الجديده. الا اننا كنتفاجئوا دابا باصحاب الميناء الجاف وحربيلي والعين انهم كيتقصاو، فهذا الاقصاء ما كاينش في البروتوكول. البروتوكول الاول اللي تسينا امام صاحب الجلاله هو ان التزمت تهيئه زناته تسكن جميع الدواوير على الدم ديالها، ما كاينش برنامج وطني، هذا غير تمويه. وحربيلي والعين من اقدم الدواوير في زناته، خاصهم يستافدوا داخل المدينه الجديده. اطار الحوار ديالكم واش كتقتصروا غير على مستوى العماله، ولا كاين مؤسسات اخرى لي بارتناري اللي داخلين تما طرف في هذه العمليه ديال السكن؟ بالنسبه لنا احنا في التنسيقيه زناته كنا درنا واحد الاجتماع الاخير وكنا خرجنا فيه بواحد البيان، وواحد البيان اللي عطينا منه نسخه لسيد العامل ونسخه لسيد الباشا ونسخه وجهنا للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وغنديروا معهم واحد اللقاء لانهم عندهم محامين وعندهم كيعرفوا القانون وتحق الترافع على مثل هذه الملفات، ويكون اقرب وقت معهم لقاء ان شاء الله. شنو كطالبوا انتم كتنسيقيه من 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 ماشي من المسؤولين ولكن من الدوله المغربيه، انتم كمواطنين؟ حنا مواطنين كنعرفوا ان الخطابات ديال صاحب الجلاله ديال نزع الملكيه ولا الخطابات ديال تصليح الاداره ولا هذه كلها كتعطي الحق للمواطن والحفاظ على السلم الاجتماعي، ولكن هاد الناس هادو في المدينه الجديده ملي كنشوفوا اقامه المزرعه اللي غتقام شقق اللي غتباع ب 300 مليون و 400 متر، فما بقاتش هنا المنفعه العامه، هنا كاين واحد المشروع اللي هو ربحي، وكاين واحد المشروع اللي جا كيقصي المواطن الزناتي عن قصد.